دائما بسأل نفسي سؤال، هل في صداقة بين الرجل والمرأة؟ طب حب السوشيال ميديا هل هو موجود ولا لا؟ طب مظهري أنا هل هو مهم للطرف الآخر؟ بلا هاي الأسئلة، شو هي الأشياء اللي بتجذب كل طرف للآخر؟ وكثير من الأسئلة بتدور في ذهن كل شخص منا. لهيك هذا الفيديو رح يكون بمثابة كنز لإلك لحتى تعرف أجوبة كل هاي الأسئلة بالإضافة لأسئلة ثانية. خلوني أبدأ بأسئلة اليوم لأني أنا متحمس جدا لشرح هذا الجزء. لهيك كون مستعد، فأنت على وشك أنك تبدأ في مغامرة رح تستمتع فيها طول حياتك. أنا عمارة بالرب وبيسعدني اشتراكك في القناة لحتى نضلنا مكملين مع بعض في هاي المغامرة. وقبل ما أبدأ بديك تستمع تتعلم وتطبق، ووقتها شوف التغيير رح يصير في حياتك. كتاب لماذا يكذب الرجل وتبكي المرأة الجزء الثالث والأخير للكاتبان ألان وباربرا بيز رح يبدأ الآن. شوف يا صديقي، سواء عجبك الكلام أو لا، مظهرك الخارجي، المظهر اللي بتكون عليه بشكل يومي، يؤثر بشكل جدا جدا كبير على جذب الطرف الآخر والاستمرار معه. ولكن في شغلة راح أخرج عنها من نطاق هذا الكتاب، لأنه أنا ضد فكرة أنه الشكل هو الإشي الوحيد اللي بيخلي العلاقة تستمر. راح أحكي عنها بس خليني أخلص الفكرة بالأول. بحكي لك الكاتب أنه 90% من الأشخاص اللي منقابلهم في حياتنا منقدر نقيمهم خلال 10 ثواني، نأخذ عنهم انطباع أولي خلال 10 ثواني بس. وهذا الكلام قطعا صحيح. نزلت مرة فيديو على حسابي في الانستغرام وحكيت عن موضوع الانطباع الأولي وإنه قديش خطير جدا وقديش في مشاكل بتصير فقط من جملة أنت كيف حكمت علي بهاي السرعة؟ طبعا بدي أحكم عليك بهاي السرعة. أنت ما بتعرف إنه لبسك، تناسق الألوان، مشيتك، أسلوبك في الكلام، هذا كله بيوحي من أنت، كله بيوحي أنت كيف بتفكر في هاي الحياة. أنا إذا ما أخذت عنك انطباع أولي بهاي الأشياء ولا على إيش بدي أخذ 10 ثواني كفيلة تخليني أعرف كيف أتعامل معه؟ أنت ما عندك فكرة أبدا قديش الانطباع الأولي مهم جدا. اللي بيحكي لك ما تأخذ عني انطباع لأول مرة، لا، احكي له بدي أخذ عنك انطباع، لأنه أنت من خلال هاي الأشياء راح تعطيني تصور عنك. أكيد ما راح أستنى شهر لحتى أعرف كيف أتعامل معه، 10 ثواني كفيلة فقط. لهيك اهتموا بالانطباع الأولي لأنه فعلا مهم. إذا الشكل الخارجي راح يجذب الطرف الآخر، راح يجذب أنا معك، ولكن مثل ما حكيت لك مش هو الوحيد اللي بيجذب. وعم بحكي لك هذا الكلام من عشرات التجارب اللي صارت معي وسمعتها من هون ومن هون. بس كيف؟ خليني أشرح لك إياها بشكل بسيط جدا. على فرضا أنت أعجبت بشخص للوهلة الأولى لأنه شكله الخارجي عجبك، بعد ساعة، بعد يوم، بعد أسبوع قررت تقعد مع هذا الشخص، تحكي معه عن أمور بغض النظر عن إيش بتحكوا، اللي هي بالغالب بتكون لحتى تزيد العلاقة ما بينك وبين الطرف الآخر بغض النظر. المهم أثناء كلامك أنت مع الشخص اللي أعجبت فيه لاحظت إنه في صفات من جوا ما عجبتك أبدا، مش حلوة الصفات هاي، لا بيعرف يحكي، لا بيعرف يتصرف، أسلوبه مقرف، مستفز، بيحكي كثير عن حاله وكأنه هو محور الكون. هذا غير إذا هو شايف حاله متكبر، هاي قصة لحال، فعليا ببطل إلك نفس تحكي معه تماما. ولكن عكس هذا الكلام تماما لو انت شفت شخص، ما بدي احكي شخصيته الخارجية بالعدم ولكنها مقبولة، ممكن تحكي معه وتعجب بهذا الشخص فقط بسبب اسلوبه في الكلام او حتى افكاره او تصرفاته لانها فعلا بتجنن، شخص متواضع وكثير من الشغلات. بس الفكرة انه الشكل مش هو اللي بيحسم هذا الموضوع. انا ما بحكي لك انه مستحيل تلاقي شخص مرتب وانيق وحلو وبنفس الوقت كلامه بيجنن، اسلوبه بيجنن، تصرفاته بتجنن، لا بتلاقي، بس مثل ما في هيك وهيك راح تلاقي هيك وهيك. بس الفكرة اللي بدي أوصلك إياها بالنهاية مو إنه إذا أنت أعجبت بالشخص الفلاني لأنه شخصيته الخارجية حلوة إذا هذا هو الشخص المناسب إلي. حتى الدراسات والأبحاث بتحكي لها إنه نحن بنصدر أحكام إيجابية زي الموهبة، الذكاء، الصدق، الأمانة على الأشخاص اللي شكلهم الخارجي أنيق، حرفيا بصير بدون وعي منا. حتى في جامعة بكندا عملوا انتخابات طلابية ولقوا إنه الطلاب اللي مظهرهم الخارجي أنيق حصلوا على أصوات أعلى بضعف فين من الأشخاص اللي مظهرهم سيء. فبيحكوا لك إنه الأشخاص اللي أخذوا هذا القرار أخذوه بدون وعي منهم. تفهم الموضوع الخطير وين؟ العقل الباطن بلش يشتغل في هاي المرحلة. آخ على العقل الباطن، كان أول فيديو إلي في هاي القناة، بتمنى إنك تشوفه. أنت مش متخيل أهمية العقل الباطن في حياتنا. حتى حط ببالك إنه الأشخاص اللي مظهرهم الخارجي حلو بيحصلوا على وظائف وراتب أعلى من الأشخاص اللي مظهرهم سيء، وحتى أحياناً بيخترق القوانين أكثر من زميله اللي مش جذاب في العمل. وهذا الكلام مثبت وما عليه أي نوع من الخبر.
كل الدراسات اللي حكت عن موضوع الجاذبية بين الطرفين من 60 عام إلى الآن توصلوا إلى نفس النتيجة، وهي إنه شكل وجمال المرأة بيجذب الرجل أكثر من قوتها وذكائها. ومن بعد عدة دراسات احتل في المركز الأول لأكثر إشي بيجذب الرجل في المرأة، وهو الجسم الرياضي. أما في المرتبة الثانية وهو الأنف الصغير. أما بالنسبة للأشياء اللي بتجذب المرأة في الرجل، فاحتل في المرتبة الأولى بدون أدنى شك، وهو الكتف العريض، شكل جسمه معضل وإلى آخره، ومن ثم المال. ومن بعدها بيجي الشعر الكثيف، الفك العريض، واللحية الخفيفة. بيحكي لك الكاتب إنه نحن ما بننصح النساء إنه تخلي جمالها هو شغلها الشاغل في الحياة، بتضيع كثير من الوقت وكأنه ما في إشي تعمله في الحياة غير إنه تهتم في جمالها. لا، بيحكي لك فقط انه بكفي جهد قليل ليعتني الشخص بحاله، سواء نظافة شخصية، لباس انيق ومرتب وساتر. واهم اشي انه يكون ساتر، هذا الكلام لاخواتنا الاناث، لانه كل ما اننا بنرجع لورا للأسف. وختم هذا الموضوع باقتباس جميل بيحكي له انه لا توجد نساء قبيحات، بل توجد نساء كسالة. وخليني احكي لك معلومة لازم كل شخص فيكم يحطها في باله. طبعا هذا الكلام من واقع كثير من التجارب اللي مروا فيها الاشخاص في الحياة. صحيح انه نسبة كبيرة من اللي بيجذب الرجل والمرأة للجنس الاخر بما تتمتع به العين، ولكن اثبتت الدراسات والتجارب الحقيقة اللي كلنا بنعرفها، انه العلاقات المبنية على العقل، التفاهم، الاحترام، التقدير لكل من الجنسين بتكون طويلة المدى. ذكرتوني بمثل كانت تحكي لي يا امي، الله يخلي لكم امهاتكم يا رب، كانت تحكي لي من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. شوفوا انتوا عارفين، مو لحتى تستمر اي علاقة فخلص بكفي شعور حلو، كلام حلو، رومانسي والى اخره، وخلص بكفي. طب ما هو اي واحد بيحكي كلام حلو، هسه بجيب اي حدا بيضل من هون للصبح يرش عليك كلام حلو. يا جماعة الفكرة مش بالكلام، الحب قرار واعي، تصرف ارادي، الحب اختيار، يستلزم اتفاق، احترام، تقدير، اهتمام. الحب انك تصمد مع الشخص وقت تظهر سلبياته وتختفي ايجابياته، هذا هو الحب يا جماعة. ما هذا الحب عن طريق السوشيال ميديا والمحادثة. راح احكي لكم رايي في صراحه، يعني انا بستغرب كيف حبيت شخص وانت ما سمعت صوته، ما شفته بالواقع، ما شفت طريقة كلامه، ما شفت كيف أسلوبه، ما شفت كيف تصرفاته وأفكاره. سم أنت كيف حبيته؟ مش فاهم، حبيته عن طريق فقط الكلام؟ هل قد أنت متعطش للحب؟ قد أنت متعطش لتعيش مشاعر لهاي الدرجة؟ خلص بس بدك تعيش شعور لا أكثر ولا أقل، بدك تعيش كلام بغض النظر مع مين أنت عم تحكي، يعني خلص بس بدك تشبع الغريزة اللي جواتك. وهذا السبب للأسف مش منك أبدا، بل من بيئة المكان اللي عشت فيها من وقت ما كنت صغير. للأسف ما شعرت بالحب والاهتمام من وقت ما كنت مع أهلك، للأسف ما اكتفيت بهذاك الوقت، فشو اللي صار معه؟ لما كبرت صرت أنت تبحث عن الحب نفسه، ومن بعدها منعرف كنا شو بصير. ولا هذا اللي بيحكي لك شوف أنا ما بحب يعني، بس أنا في صداقة مع الجنس الآخر. أنتوا عارفين، شوف خليني أحكي معكم وأكون صريح صريح لأبعد الحدود، ما في علاقة بين جنسين اسمها صداقة. هاي من الآخر، ممكن في يوم من الأيام تلتقي بشخص وتعجب فيه وتحكي معه كلمة، وبكرة كلمتين، وبعدها بتقعد معه، وبالنهاية بيحكي لك لا لا أنا ما بحبه، هاي فقط صداقة بينه وبينه. بالله عليكي أختي الأنثى، الرجل صديقك لأنك أنت خليت الأمور مفتوحة قدامك وسهلة عليه، على أمل أنه رح يجي يوم من الأيام في المستقبل ويدق الباب عليك ورح يعترف لك بكثير من الأشياء. هاي الحقيقة، هاي عقلية الرجال، وهاي عقلية النساء اللي بتفتح لك الطريق، بتمهد لك الطريق لحتى تبلش تدق عليها الباب وتعترف لها بالحب. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ولو بدكم تتأكدوا من كلامي، روح هسه عند أي حدا من اللي بتعتبرهم صديق إلك، قولوا هيك بطريقة لطيفة إنه شو رأيك نتقابل بكرة في مكان معين لأنه صرت أحب القعدة معه، ووقتها شوفوا، شوفوا كمية الأشياء اللي راح تصير بعد هيك، ووقتها راح تتأكد من كلامي. في آخر فصل من هذا الكتاب اتطرق الكاتب لموضوع مهم، ألا وهو الكذب. مين فينا ما بيكذب بأوقات معينة؟ معظم الرجال والنساء بيكذبوا، وخصوصا في أول لقاء لهم. ليش؟ ليش بيكذبوا؟ لأنه كل طرف بده يبين للآخر بأفضل صورة موجودة عنده، وكثير منا بيستخدم حتى الكذب فقط لحتى يتعايش مع الطرف الآخر، يعني بيكذب فقط ليتجنب الزعل أو حدا يتضايق منهم. لهيك الأغلب بيتجنبوا إنهم يحكوا الحقيقة فقط مشان الطرف الآخر ما يزعل منه. فعلى سبيل المثال، إذا أنت كنت من الأشخاص اللي أنفهم كبير على سبيل المثال، فأنت بالغالب بتحاول تتجنب هاي الحقيقة، وراح تفضل إنه ينحكى لك لا ما في إشي، بالعكس مناسب إلك. والمشكلة كثير بتصير مواقف الشخص بيزعل منها،
ليش؟ لأنه الطرف الآخر بيحاول يخفي عنه الحقيقة. طبعاً رح يخبوا الحقيقة لأنهم هم اختبروك، شافوا أنه أنت بالمواقف اللي لما ينحكى فيها الحقيقة بتزعل منهم وبتتضايق منهم، فبعدين صاروا يتجنبوا أنهم يحكوا لك الحقيقة خوفاً ما تزعل منهم مرة ثانية. فإذا أنت حسيت في يوم من الأيام أنه في أشخاص عم تكذب عليك، راجع حالك أنت، مش هم، هم شو دخلهم؟ هاي ليش بتكذب علي؟ لا 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 لا، فقط أنت افحص سلوكياتك وتصرفاتك وقت ما كانوا يحكوا لك الحقيقة، وقتها بتعرف ليش هم بيكذبوا عليك. وهذا هو السبب الأساسي والأهم ليش الرجل بيكذب على المرأة، لأنه فعليا بيخاف من ردة فعلها على الحقيقة اللي بده يحكي لها إياها، بيضطر إنه يكذب لأنه لو ما كذب فرح يوقع في كثير من المشاكل. نكد ما إله أي حدود. وعلى فكرة صحيح إنه الكذب هو كذب بالنهاية، وكثير من الناس بتبلش إنها تجامل، لكن في بعض الأحيان بينقذك في كثير من المواقف. ولكن تخيل إنك أنت صرت تحكي الحقيقة دائما قدام أي شخص، كم شخص بتتوقع يضلوا يحكي معك أو يهتم فيك؟ كم شخص بتتوقع تعمل معه مشكلة أو مشاكل وتوديك لمشكلة أكبر وأكبر وتنتهي فيك بسجن أو مستشفى؟ كثير صح؟ ليك كثير منا بيمر علينا مواقف بنضطر انه نكذب فيها، مو بدافع انه اكذب عليك ابدا، بس بدافع ما اجرحك بالحقيقه. وعلى فكره خذها قاعده في حياتك، وبنسبه كبيره جدا من اللي بيحكي لك الحقيقه هم بيكونوا فقط اعداء، بس لاحظ الاشخاص اللي بيحبوك وبيهتموا فيك بتلاحظ انهم دائما بيكذبوا عليك. ليش؟ لانهم بيحاولوا يحافظوا عليك، يحافظوا على هاي العلاقه خوفا ما يجرحوك وتزعل منهم. ولكن بدي اياك تدرك كمان انه العلاقات المبنيه على الصدق والصراحه والحقيقه هي اللي بتضل تستمر لمدة طويلة. وحطها ببالك معلومة، مو أي شخص كذب عليك يعني هو ما بده يجرحك، لا، الكذب له أنواع. ممكن يكون كذب بهدف الخداع وهذا أخطر الأنواع، أو ممكن يكون كذب بهدف يزيف الحقيقة، أو ممكن يكون كذب بمعنى كذب خبيث. لهيك خلينا نمسك واحدة واحدة. الكذب بغرض الخداع هو أقوى وأخطر أنواع الكذب، لأنه بتكمن خطورته إنه الشخص بيتعمد يكذب عليك ويجرح، ممكن مشان يحبطك من شغلة معينة عم تعملها، أو ممكن مشان مصلحة شخصية. فعلى سبيل المثال، كان في امرأة سينة من الأسماء حذرتها صاحبتها من رجل كان يهتم فيها. كان الرجل سعيد ومرح وناجح في حياته، ولكن صاحبتها حذرتها من هذا الرجل بأنه وزير النساء، اختصاصه إنه يحطم قلب أي امرأة بتدخل حياته. فبعد ما ظلت صاحبتها تحكي عنه وقديش إنه هو شخص سيء، قررت المرأة تترك هذا الرجل. وبعد مرور شهر واحد فقط، لقت هذا الرجل بالصدفة في أحد الأسواق التجارية، ومع مين؟ مع صاحبتها اللي كانت دائما تحكي عنه إنه هو رجل سيء. كانت تضلها تكذب عليها لحتى توخذ مصلحتها الشخصية وتوخذ هذا الرجل بدل صاحبتها. وهذا النوع هو اللي اسمه الخداع، بخدعك مشان أحصل على إشي أنا بدي إياه، بزيف الحقائق والمعلومات لحتى أحصل على أي إشي أنا بدي إياه. أما النوع الأخير وهو الكذب الخبيث، فهو بيكون إما بغرض الانتقام أو بغرض الانتفاع، وهذا كثير مشهور بيناتنا على فكرة، وخصوصا الانتقام. كثير من الأصحاب ببلشوا ينتقموا من بعض بس لأنه زمان عمل معه شغلة بسيطة، ولا على السوشيال ميديا بتبلش الناس تنشر أشياء كذا وما إلها أي أساس من الصحة بس مشان يجيبوا تفاعل، غرض شخصي ينتفعوا منه، وغير وغير وغير. وفي موضوع الكذب على فكرة، راح تلاحظ انه معظم النساء راح تحكي لك بدون ادنى شك انه الرجال هم اللي بيكذبوا اكثر من النساء، الا انه بالحقيقة الدراسات والابحاث اكدت انه الرجل والمرأة بيكذبوا بنفس المستوى، ولكن الاختلاف بيكمن في محتوى الكذب نفسه. فالنساء بيكذبوا ليخلوا غيرهم يشعروا بشعور افضل، بتكذب ليحافظوا على قوة العلاقات بالناس اللي حواليها، اما الرجال بيكذبوا ليحسنوا صورتهم قدام الطرف الاخر. فممكن تكذب عليك المرأة تحكي لك انك انت بترتدي ملابس جدا جميلة، وهي بالحقيقة مش هيك ابدا. ممكن الرجل يكذب ويحكي كلمته المشهورة، ما في اي كلمة بقدر اعبر عنها، اذا حكالك هاي الجملة فانا بأكد لك انه 100% كذب. وانا بظن انه شو ما صار بفضل الحقيقة دايما. صحية ممكن تجرحك بالبداية، بس صدقني على المدى البعيد هي كثير منيحة. شو استفدنا اذا انت عايش بوهم من الكذب اللي بيحكي لك اياه الطرف الاخر وممكن يستمر لسنوات، وبعدين بتنصدم بالحقيقة اللي ممكن تخليك شخص في قمة التعاسة.
خليني أكون معك صريح، شو ممكن تعمل لو شخص كان كل يوم يعبر عن حبه لك، كان يحكي لك مستحيل أستغني عنك، وبعد سنة أو سنتين بتلاقي إنه هذا الشخص بطل إله وجود في حياتك، وكان كل هدفه من هاي العلاقة إنه يأخذ مصلحة شخصية منك أو حتى يتسلى معك. فالصراحة إنه شو ما كانت البداية تجرحك نوعا ما، إلا إنه هي على المدى البعيد إشي كثير منيح. ولأنه عنوان كتابنا لماذا يكذب الرجل، خليني يا صديق الرجل أحكي لك نصيحة مهمة جدا، ما تضيع وقتك بالكذب على المرأة، لأنه المرأة عندها قدرة رهيبة جدا بتقدر تكتشف إذا أنت بتكذب عليها ولا لا. ولا تخاف، حتى لو عرفوا أنك بتكذب ما راح يحكوا لك والله أنت بتكذب علينا، فقط مشان ما يجرحوا مشاعرك. فالأفضل أنك تخبرها من البداية، أنا بعطيك الصافي، وشو ما كانت الحقيقة صدقني خبرها، لأنه على المدى البعيد راح تضلها متذكرة هاي الكذبة، وراح ترجع تذكرك فيها في أول مشكلة بس. هذا كل إشي موجود في كتابنا يا صديقي، والآن بقدر أحكي لك وأنا مطمئن، كتاب لماذا يكذب الرجل وتبكي المرأة انتهى. بتمنى أنك استفدت، وبتمنى أني أشوف التغيير بعد كل فيديو عم تحضر. إذا بعدك ما اشتركت في القناة اشترك لحتى نكبر مع بعض، حط لايك لهذا الفيديو لحتى يوصل لأكبر شريحة ممكن من الناس، وإذا بتعرف بدك شخص يستفيد من هاي السلسلة ابعث له إياها وبكون شاكر لك جدا. خلونا نكمل مع بعض، خلونا ندعس مع بعض بالطريق الصحيح، واتذكر دائما الكلمات تبقى كلمات حتى تتبناها أنت، حينها تتحول إلى تصرفات وأفعال. كان معكم عمار بالرب، والله يوفقكم. بالله تزيدوا تركيزكم معي في هذا الموضوع اللي راح احكي فيه بالنهايه. قبل سنوات ظهر كتاب بعنوان كيف تفهم المراه، 3 صفحاته تقريبا 300 صفحه. وقتها الناس تزاحموا لحتى يشتروا هذا الكتاب، وكانهم اخيرا خلص عرفنا كيف راح نفهم المراه. ولكن المفاجاه كانت انه هذا الكتاب كان عباره عن صفحات بيضه فقط لا اكثر، وكانه الكاتب بده يوصل لنا فكره ولا إشي. كان بدي يوصل معلومة إنه المرأة كائن حي ما حدا بيعرف حقيقتها غير ربنا سبحانه وتعالى. وقد قيل أيضا إنه المرأة بتحمل صفات وتقلبات بشخصيتها حسب الشخص اللي بتتعامل معه. وما في أي شك إنه فهم طريقة تفكير المرأة راح يسهل كثير أشياء بالنسبة للرجل. لهيك في آخر السنوات اللي مش بعيدة أبدا ظهرت عدة دراسات وأبحاث وتجارب لفهم كل من الجنسين. ومن خلال 3 كتب اللي تم شرحهم في هاي القناة أنا بجزم إنه قدرنا نفهم جزء كبير من طريقة تفكير كل جنس للآخر. هل هذا يعني أنه خلص بنكون اكتفينا لحد هاي اللحظة بشرح كتب عن السيكولوجية لكل من الرجل والمرأة؟ لا، لسه في أشياء أقوى وأقوى عم تنطبخ لكم على نار هادية.